والقوة الضاربة للقوة المسلحة، وسيد ميدان القتال صنف من طرف الخبراء العسكريين على أنه من الأسلحة المعقدة والأشد خطورة وشرسة في ميدان المعركة. تكوين نوعي لأفراده حسب متطلبات المعركة الحادثة من خلال مؤسسات ومراكز تكوين خاصة بسلاح المدرعات. له القدرة على تنفيذ مختلف المهام والعمليات العسكرية. العزم والصلابة سلاح مقاتليه لتحقيق النصر. هو أحد أهم أسلحة القوات البرية. إنه سلاح المدرعات. سننقلكم عبر هذا الوثائقي إلى إحدى الوحدات الكبرى لسلاح المدرعات لنطلعكم على مهامها، الهدف من إنشائها وتكوينها. أهلا بكم بالفرقة الأولى مدرعة. الجاهزية، الاستعداد القتالي، القدرة على مواجهة أي تهديد بالدفاع أو الهجوم، أهداف تسعى لتحقيقها كل الجيوش في العالم للدفاع عن أراضيها وحماية أمنها القومي من خلال إنشاء تشكيلات ووحدات من مختلف صنوف القوات وتسليحها بأحدث الأسلحة والتجهيزات وتكوين عنصر بشري كفء يتحكم في التكنولوجيا ومنظومات الأسلحة والمعدات وإعداده لمواجهة أي خطر يهدد أمنها ووجودها. المدرعات من أهم الأسلحة البرية التي يعتمد عليها في الحروب الدفاعية والهجومية لقدرتها على تنفيذ مختلف العمليات والمهام العسكرية لما تتمتع به من قوة نارية مدمرة مع السرعة في الحركة والمناورة واختراقها لخطوط العدو واحتلال الأرض، وميزتها المدرعة أين يصعب تدميرها وشل حركتها، مما يجعل منها سلاحا متكاملا ومعقدا في عصر الحروب الحديثة. الجيش الوطني الشعبي على غرار كل الجيوش في العالم أدرك ويدرك أهمية هذا السلاح وقوته في ميدان القتال، أين قام بإنشاء وحدات وتشكيلات خاصة بالمدرعات وتدعيمها بأحدث الأسلحة المدرعة والمتطورة وذات تكنولوجيا عالية وقدرة وقوة في أداء مختلف المهام القتالية، والتي دعمت الترسانة التسليحية للقوات المسلحة مساهمة في تعزيز القدرات العملياتية والجاهزية القتالية للجيش الوطني الشعبي لمواجهة أي طارئ يهدد الأمن القومي. الفرقة الأولى مدرعة بالناحية العسكرية الخامسة، وحدة كبرى من وحدات الجيش الوطني الشعبي التابعة للقوات البرية، تضم وحدات عضوية وأخرى فرعية ومركز تدريب. وباعتبارها فرقة مدرعة تعتبر أغلب وحداتها مدرعة، خاصة الدبابات. بمرسوم رئاسي أنشئت الفرقة الأولى المدرعة في شهر أوت 1988، وذلك بإقليم الناحية العسكرية الخامسة، وتتكون من 12 فوج من مختلف الأسلحة وأربع سرايا وكذلك مركز تدريب. أما فيما يخص اسمية الفرقة بالمدرعة، وذلك راجع لأن جل المعدات القتالية التي تتسلح بها الفرقة
لها جسم مدرع لوقايتها من الأسلحة المضادة للدبابات وكذا الأسلحة أسلحة التدمير الشامل. للفرقة الأولى مدرعة مهام عديدة تقوم بها وحداتها ووحداتها الفرعية، وهي على استعداد دائم وجاهزية قصوى للتدخل في أي وقت وفي كل شبر من التراب الوطني من أجل الحفاظ على الأمن القومي والدفاع عن الجزائر أرض الشهداء ومواجهة أي خطر قد يزعزع استقرار البلاد. تعتبر الفرقة الأولى المدرعة احتياط القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، مهمتها الدفاع عن التراب الوطني وتنفيذ أي مهمة تسند لها لصد أي تهديد يمس بسلامة التراب الوطني. زيادة عن ذلك فإنها مقحمة في مكافحة الإرهاب بنسبة معتبرة. ولأن حرب المدرعات تستلزم مقاتلين أشداء وذو بأس شديد يتحكمون في أسلحتهم ولديهم قدرة عالية على المناورة، تقوم الفرقة الأولى مدرعة بتدريب رجال صف في اختصاص سلاح المدرعات من خلال مركز التدريب لسلاح المدرعات بالفرقة الأولى مدرعة بالناحية العسكرية الخامسة. تتمثل مهام المركز الأول للتدريب منذ تأسيسه بتكوين الطلبة الرتباء والجنود المتعاقدين والطلبة أفراد الخدمة الوطنية، حيث يستقبل المركز المجندين الجدد من الحياة المدنية ليتم تدريبهم عسكريا وتكوينهم تخصصيا وفق برنامج مسطر وممنهج. نضمن على مركز الأول للتدريب تكوينا نوعيا بدنيا وعسكريا ونفسيا للطلبة الرتباء والجنود المتعاقدين وأفراد الخدمة الوطنية. انتقاء الأفراد الذين يتمتعون بلياقة بدنية عالية وصحة نفسية جيدة يحرص عليها مركز التدريب للفرقة الأولى مدرعة. لطبيعة المهام القتالية الموكلة لأفراد المدرعات والتي تستلزم قدرات بدنية ونفسية عالية، تم تعيين لجنة مختصة في التجنيد من طرف قيادة الفرقة الأولى مدرعة من أجل ضمان السير الحسن لعملية انتقاء وتجنيد رجال مؤهلين للانضمام إلى صفوف الجيش الوطني الشعبي. يعتمد مركز التدريب لسلاح المدرعات على أحدث الطرق والمناهج العلمية في التكوين وتلقين الأفراد كل المعارف والعلوم العسكرية التي تستخدم في مختلف المهام القتالية، وباعتبار أنهم رجال مدرعات يتم تركيز التكوين على استخدام والتحكم الجيد في الدبابة بالقيادة في مختلف الطرق والظروف والرماية الدقيقة لإصابة الأهداف بنجاح. الهدف كله من هذا التكوين هو تلقين الطلبة مختلف المعلومات والمعارف لالتحاقهم بالوحدات المدرعة متمكنين في اختصاصهم. ولأن الفرد المقاتل يقاس بمدى جاهزيته البدنية والنفسية وقدرته على التحمل وتنفيذ مختلف المهام القتالية في كل الظروف، تعمل الفرقة الأولى مدرعة على تدريب المقاتلين في الفنون القتالية، ما يجعل من الأفراد المقاتلين جاهزين لتنفيذ مختلف الأعمال القتالية المسندة لهم. التحضير القتالي هي المهمة الرئيسية التي تطلع بها وحدات الفرقة للحفاظ على جاهزيتها العملياتية والقتالية وجعلها في أعلى مستوياتها، أين يتم تنفيذ برنامج التحضير القتالي المبرمج من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بمختلف مراحله في مجال التحضير القتالي الكلاسيكي والتحضير القتالي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. حالياً أفراد الفرقة ينفذون مختلف نشاطات التحضير والتدريب القتالي طبقاً للتوجيه السنوية للتدريب والتحضير القتالي الصادر عن السيد اللواء قائد القوات البرية وكذا السيد اللواء قائد الناحية العسكرية الخامسة.
التحضير القتالي الجيد يتطلب إعداد مختلف اللوائح والتوجيهات والوثائق التي تحدد مراحل التدريب وأهم محاوره والنقاط التي يجب التركيز عليها والأهداف المنتظر تحقيقها عند نهاية سنة التدريب والتحضير القتالي. يقوم مكتب التدريب والعمليات بإعداد توجيهة السنوية للتدريب والتحضير القتالي لقائد الفرقة الأولى المدرعة، يحدد فيها المحاور والجهود والأهداف المسطرة. بعد المصادقة على هذه التوجيهة يقوم مكتب التدريب والعمليات بإعداد الوثائق والمخططات التي من خلالها يتم تنفيذ مراقبة ومتابعة تنفيذ مختلف النشاطات للتدريب والتحضير القتالي. التلقين النظري للفرد هي المرحلة الأولى في برنامج التدريب والتحضير القتالي بتزويده بكل المعارف والدروس النظرية المتعلقة بسلاح المدرعات وتعريفه بأهم الخطط والتكتيكات الحربية وكيفية التعامل مع مختلف المواقف والظروف في المعركة واستغلال سلاحه جيدا والتحكم فيه. الجانب التطبيقي في التحضير القتالي يبدأ بالتدرب على المقلدات قبل الأسلحة الحقيقية والتي تدعمت بها جميع وحدات الفرقة لتكون بذلك دعامة مهمة وأساسية في مسار تكوين وتدريب الأفراد المقاتلين وتحضيرهم لمختلف المهام والمساهمة في الحفاظ على العتاد وجاهزيته. يعتبر مقلد الدبابة T-90C من الوسائل البيداغوجية العصرية الجد متطورة والذي ساهم في الرفع من القدرات القتالية لأفراد الفوج، ويتخصص لتدريب قائد الدبابة ورامي الدبابة وسائق الدبابة T-90 على كيفية التحكم بأجهزة المراقبة والتسديد وكذا الرمي في مختلف الظروف الليل والنهار وعلى أراضي مختلفة التضاريس في الجبال وفي الصحراء دون استهلاك الذخيرة ومختلف المواد التشغيلية. تعتبر هذه المقلدات المحاكية للواقع جزءا مهما في عصرنة التدريب لقواتنا المسلحة، وبذلك تطوير القدرات العملياتية والتكتيكية للأفراد، كما أنها تسمح للأطقم بتطوير عملية التنسيق والتواصل فيما بينهم والتحكم في مختلف المهام القتالية المنفذة. مقلد الرمي للدبابة T-90S لتنفيذ تمرين مستوى فصيلة في الهجوم أو المسير. تحضير الفرد المقاتل في الميدان على تنفيذ أي مهمة قتالية هي المرحلة الأساسية في برنامج التحضير القتالي وتدريبه على مختلف الوضعيات القتالية والمواقف التكتيكية وطرق استغلال الأسلحة والتجهيزات وكيفية استغلال الميدان لتحضيره نفسيا ليتحكم في سلاحه، لأن معظم الحروب تكسب بالأفراد المدربين والمحضرين جيدا لكل المهام وفي كل الظروف. نتواجد بميدان المبادئ الأولية للفرد المقاتل، حيث يتلقى الفرد المقاتل داخل الفوج المبادئ الأولية للمقاتل بشقيها النظري والتطبيقي. جاهزية وسائل الاتصال والتواصل وضمان الخدمة الاتصالية المستمرة من مهام فوج الإشارة للفرقة الأولى مدرعة، الذي يقوم بتدريبات دورية لاختبار العتاد الذي يتوفر عليه الفوج، وكذا الوقوف على جاهزية الأفراد وإتقانهم في استعمال والتحكم كل الوسائل والطرق لضمان الجاهزية لعصب المعركة عند مختلف المهام القتالية. المهام الأساسية للفوج الثالث للإشارة للفرقة الأولى المدرعة تأمين واستغلال الاتصالات المنشآتية
بواسطة مركز الإشارة المنشآتي للفرقة، فتح واستغلال مختلف مراكز الإشارة الميدانية لمراكز قيادة الفرقة الرئيسي واللوجستي أثناء العمليات والمناورات بهدف تحقيق مختلف أنواع الاتصالات. استطلاع الميدان، المحاور والطرق، والكشف عن أي محاولة قد يقوم بها العدو لإيقاف تقدم القوات بزرع حقول الألغام أو وضع حواجز هندسية، أعمال تدريبية يقوم بها فوج الهندسة للفرقة الأولى مدرعة بشكل دوري كل سنة تدريب وتحضير قتالي، لتكون مختلف فصائل الهندسة جاهزة ومستعدة لتنفيذ أي مهمة هندسية تسند لها عند مختلف المهام القتالية. يعتبر الفوج 2 هندسة القتال وحدة من وحدات التأمين الهندسي للفرقة الأولى المدرعة، وينفذ حيث يطلع بمجموعة من المهام الهندسية لتأمين الفرقة الأولى المدرعة في مختلف الأعمال القتالية. حفاظاً على الجاهزية القصوى للمقاتلين والعتاد، تبرمج كل سنة تدريب وتحضير قتالي تمارين الطوارئ، أين تقوم وحدات الفرقة الأولى مدرعة بهذه التمارين بشكل دوري للاستعداد الدائم لأي طارئ قد يتطلب عملية إخلاء أو مهمة مستعجلة، وبذلك تعود الأفراد والأطقم على البقاء على أهبة الاستعداد لأي طارئ في كل الظروف والأحوال. طبقا للتوجيه السنوية للتدريب والتحضير القتالي، يقوم الفوج 14 مدرع بتنفيذ تمرنات عن حالة الطوارئ القصوى التدريبية دوريا بهدف تدريب الأفراد على الوصول إلى التنفيذ الآلي لإجراءات الطوارئ، تقليص آجال التنفيذ، المحافظة على الجاهزية الدائمة والعالية للفوج خاصة وللفرقة عامة. التمارين البيانية والتكتيكية بالذخيرة الحية تبرمج كل سنة تحضير قتالي في مختلف المراحل للوقوف على مدى الجاهزية القتالية للأفراد والعتاد. بميدان الرمي والمناورات للفرقة الأولى مدرعة، نفذت وحدات الفرقة تمرينا بيانيا بالذخيرة الحية. طبقا للتوجيهات السنوية لتدريب والتحضير القتالي، نقوم بتنفيذ تمرين بياني بالرميات الحقيقية. بعد استلام إشارة الانطلاق من منطقة الانتظار، يتم عبور مختلف خطوط الفتح وصولا إلى خط الاقتحام لتدمير الأهداف. الثقة التامة، الاستعداد والجاهزية أبان عليها الأفراد المقاتلين الذين سيشاركون في هذا التمرين بالقيام بالمهمة الموكلة لهم وتحقيق الأهداف المرجوة من هذا التمرين. جاهز للتحكم في منظومة الأسلحة للعربة وتدمير جميع الأهداف المكتشفة في جميع الظروف. أنا على أتم الاستعداد لتنفيذ الرمايات بالصواريخ ميمدال على المسافات البعيدة وبدقة عالية وتدمير جميع الأهداف. تنفيذ التمارين البيانية والتكتيكية بالذخيرة الحية تسمح للأفراد معايشة أجواء المعركة الحقيقية والتأكيد على التدرب والتحضير الجيد، وتضمن التنسيق المحكم بين مختلف وحدات الفرقة في إدارة مختلف الأعمال القتالية والعملية العسكرية والمشاركة في التمرن على مختلف المواقف التكتيكية والتي تبين المهارات الجماعية والفردية للقادة وأركانات الفرقة في تقدير الموقف وتخطيط الأعمال القتالية أثناء التحضير وتنفيذ مختلف المهام العملياتية المسندة للفرقة الأولى مدرعة.
أظهرت مجريات التمرين قدرة الأفراد العالية على المناورة والتحكم في الأسلحة والمعدات ودقة الرمايات وإصابة الأهداف مع السرعة في التنفيذ والمعرفة الجيدة للأرض. هذا ما يجعل الفرقة جاهزة وعلى استعداد تام لأي مهمة قتالية. ويندرج هذا التمرين في إطار الحفاظ والرفع من مستوى جاهزية العملياتية لوحدات الفرقة الأولى المدرعة لتنفيذ أي مهمة قتالية مسندة، وهذا للدفاع عن وطننا المفدى والحفاظ على أمان شهدائنا الأبرار. المهام العملياتية هي أعمال أخرى تقوم بها وحدات الفرقة الأولى مدرعة بتواجد وحدات تابعة للفرقة في مكافحة الإرهاب، ومفارز أخرى في مهمة حماية المنشآت الاقتصادية مساهمة بدورها كباقي وحدات الجيش الوطني الشعبي في مواصلة مهام مكافحة الإرهاب للقضاء على آخر الفلول الإرهابية والحفاظ على استقرار البلاد وضمان الأمن والسكينة للشعب الجزائري. تحضيراً لهذه المهام العملياتية تقوم الوحدات والوحدات الفرعية للفرقة الأولى مدرعة بتنفيذ تمارين تطبيقية في مجال مكافحة الإرهاب للتدرب على تنفيذ مختلف الأعمال القتالية في مكافحة الإرهاب وضرورة التحلي باليقظة والسرعة والدقة في التنفيذ لخطورة مثل هذه العملية العسكرية، كما أن هذه التدريبات تعرف الأفراد بالطرق والأساليب التي تستخدمها هذه الجماعات في أعمالها الإجرامية. الغرض والهدف من هذا التمرين هو تدريب أفراد كيفية التحكم في النفس عند الاشتباك مع مجموعة إرهابية، الدقة في التسديد وسرعة في التنفيذ، وكذلك كيفية التنقل في منطقة غير آمنة. تضحيات كبيرة في ظروف طبيعية قاسية يقوم بها أفراد الفرقة لتتبع آخر الفلول الإرهابية والقضاء عليها واجتثاثها من هذه الأرض الطيبة بتنفيذ مهام عديدة، منها نصب الكمائن والتي تنطلق بتنقل الأفراد عبر مسالك خطيرة أين يتم تمشيط المسالك والطرق باستعمال كاشف الألغام تحسبا لوجود ألغام زرعت من طرف الدمويين الإرهابيين، ما يتطلب اليقظة، فأي خطأ قد يؤدي بحياة العديد من الأفراد إلى غاية الوصول إلى نقطة الكمين، أين يحتل كل فرد موقعه في الكمين ويترقب أي تحرك للجماعة الإرهابية. حماية المنشأة الاقتصادية من أي تهديد أو خطر أو محاولة تخريب مهمة أخرى تقوم بها مفارز الفرقة. تقوم المفرزة الثانية بالمطاردة والمغاوير لواد المشرع الفرقة الأولى المدرعة بمهام تأمين أنبوب الغاز المار بالمنطقة. تقوم فصيلتنا بتفتيش الطريق الرابط بين المفرزة والنقطة المحددة سابقا بغرض تأمين أنبوب الغاز المحادي للطريق، وذلك بتنفيذ أعمال يومية بتمشيط جميع الطرق والمسالك المؤدية إلى المنشآت الاقتصادية باستعمال كاشف الألغام والتواجد الدائم في محيط هذه المنشآت الاقتصادية. مهام تنفذها مفارز الفرقة دون كلل أو ملل، بقلوب ملؤها الإرادة والعزم والشجاعة والتضحية، فهم رجال من أحفاد جيش التحرير الوطني. الفرقة الأولى مدرعة
تسعى دائما للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية العملياتية والقتالية والحفاظ عليها بالتطبيق الصارم لبرنامج التحضير القتالي في جميع مراحله والجدية والعزيمة في تنفيذ مختلف التمارين البيانية لتكون بذلك على استعداد لتنفيذ مختلف المهام الموكلة مهما كانت صعوبتها والمساهمة في دحر كل معتد أراد أن يزعزع استقرار البلاد والمساس بأرض الصالحين الأخيار والمجاهدين الأحرار والشهداء الأبرار. قوة الجيوش في إخلاص أفرادها، قوة الجيوش في تضحيات مقاتليها، قوة الجيوش في إيمان رجالها كباقي أفراد الجيش الوطني الشعبي أفراد الفرقة الأولى مدرعة، قوتهم في إخلاصهم لوطنهم وإيمانهم بقدسية مهامهم وتضحية شهدائهم شهداء الواجب الوطني والثورة التحريرية المباركة.